هدوء في القاعة، فقد انطفأت الأنوار ورفع الستار، شدت الأنظار وبدأ الحوار. حوار السينما بخصوصيته وجماليته المعهودة، من الخيال إلى الواقع تأخذنا الوقائع، نتابع، نفكر ونتخيل بين ابتسامة عريضة وملامح الاستغراب والتساؤل والفضول. تبقى العين تواكب، ترى وتسمع وتستوعب. إنه سحر عالم الفن السابع. أهلا بكم. فيفا كاسا نيغرا. ما تبدل الحياة ديال أكسيوني. بوليس بوليس. شن 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 شن. هذه مراتي ندير فيها ما بغيت. هذه مراتي وندير فيها ما بغيت. هادشي كيما مسكين الحاملة بالطبيب كيجبد الدري فيها النص وكيخلي فيها النص. وانت انسان فاشل فاشل فاشل. غنسجلك ونصيفط عليك اوديو. انت انت المناسب، الفيلم المناسب هو انا. فين كاس الزروالي؟ شوفني فين وصلت. انا معاك اولاد. هذا الشبل من هذا الاسد. فور اور كينغ. الزروالي واقف خرجنا على الفيلم. انا مع العصابه، انا شفار، انا واحد قتال، انا معاكم. تبعوني. الله البراق، الله عود الريح. انا مش نسوم خويا. ما تطلع ما شارعش. كم صاحبه وصاحبتيني خطابه ونعاد تخطب بخي غير ندير الدراري باش للحنان تكون على خاطرها. يا اما تجيب لي التحفه ديالي، اما نسولك حيه ما حيط. شوط الزمر وقلب على المرتي مكفوت لي قالك. هذيك التصويره قلت لك غادي تخرج علينا. جداني عيبط لنا اخذ صوره مع الرضوان مزدان. هو غير داي ويها العار نسيتي ربي نكيل ويصغار بابا. داروا لنا في التورناج ما جابوا لنا حلو. شد لابرو ديال الزمر. والله لا تدوز ديك الكلمه. الاولى دابوت انا. حيد لي خذ ديك السميه ودير لي سميتي انا. عزيز داداسان. مشاهدينا، عالم السينما هو شبيه إلى درجة ما بواقعنا الحياتي، بمسراته وأحزانه، بآلامه وانفعالاته. فالسينما فضاء ترفيهي وتوعوي مؤثر في آن واحد. هنالك أعمال تجعلك تتأمل، تتفاعل، وتبتعد عن عزلة فكرية معينة. وهنالك أيضا أعمال أخرى ترسم على محياك الابتسامة والضحك، وتنسيك نوعا ما مشاغل وضغوط الحياة. لكن ما هو السبيل إلى تحقيق المراد في كلتا الحالتين؟ وكيف تصل إلى ملامسة الأذهان والوجدان بلغة السينما؟ وبعد ذلك لابد من التساؤل أيضا عن مقياس نجاح العمل، بين نجاحه في القاعة والمهرجانات ونجاحه أمام اللجان الناقدة المختصة. تساؤلات ومحاور مشاهدينا سنناقشها مع ضيفنا لهذا اليوم، الفنان عمر لطفي، الذي يسعدنا أن يكون معنا. سي عمر، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على قناة ميديان تي في. بارك الله فيك أستاذ حسام، شكرا على الدعوة. كما سيشاركنا الحوار وكالعادة مستشار البرنامج الدكتور أحمد دافري. أهلا وسهلا بك دكتور. شكرا لك سي حسام. أهلا وسهلا بكما. إذن البداية مع الفيلم، فيلم اللي راه في القاعات سينما اليوم سي عمر، ألا وهو فيلم البطل، وهو أول فيلم سينمائي لك كمخرج. يعني العمل كذلك نشير إلى أن العمل من إنتاج الفنان المغربي العالمي نادر بالخياط المعروف برضوان، وهو أيضا أول تجربة لإنتاجية له في عالم السينما. يعني أبطال الفيلم أذكر كذلك أن إضافة إلى الفنان عمر لطفي هناك مجموعة من الفنانين النجوم: عزيز داداس، رفيق بوبكر، مجدولين الإدريسي، فرح الفاسي، أسماء الخمليشي وغيرهم أيضا من الممثلين. أولا سي عمر، حدثنا عن هذه التجربة التي بدأت حلم وتحولت إلى حقيقة على ما يبدو. أول مرة كنت فجرة بديت في التمثيل، كان الحلم ديالي أنه نكون ممثل، ولأني ما خاصنيش نقولها بحكم أنه ملي كتشتغل مع شركة إنتاج إلى عرفوا غتولي مخرج، فأكيد هذا مشكل بالنسبة لنا. يعني تريد أن تقصد أنه كان حلمك أن تكون مخرجا؟ كان حلمي أن أكون ممثل، ولكن أنا مولوع بأي حاجة بالإخراج. مولوع أنه عندي بعض النماذج ديال الممثلين اللي ناجحين ما شاء الله، وكنت ديما كنقول ما شاء الله هاد الفنانة كيفاش وصلوا أنهم يفكروا يكتبوا لراسهم ويديروا الاخراج لراسهم، علاش ينتجوا كاع لراسهم؟ بحكم انه ملي كتكون كدير حاجه ليك انت كتعطي فاكتر،
حتى من ناحيه الميزانيه كتحط كاع داكشي اللي كيكون عندك، يعني كتبغي تسوق لراسك منتوج اللي هو منتوج 100% خالي من المشاكل، خالي كتعطيه قلب وكتعطيه كل شيء. فهذا الشيء ملي عشت انا تجارب كثيره لقيت بانه محتاج ندير شي حاجه ديالي ونعطيها كل شيء. فكان هذا الحلم حلم دفين وما كنتش كنبغي نصرح به، وكنت كنقول ان شاء الله ربي يوصلني لهذا. طيب الفنان عمر لطفي، يعني انت لقيت باللي هذا المسار اللي مشيته كممثل في عدد من الاعمال الدراميه يعني في التلفزيون وفي السينما اهلك اليوم من شان تكون جاهز ومحضر نفسك من شان تكون مخرج، يعني هذه الفتره هذا المسار اللي قضيته في هذه السنوات الماضيه يعني كانت كافيه من شان انت تحس حالك انه اليوم انا جاهز مشان اخوض هذه تجربه الاخراج؟ هي ما نكذبش عليك، هي كانت مغامره بالنسبه لي. اول حاجه مغامره بحكم انه كيف قلت لك كممثل ملي كتبغي تفكر دير الاخراج كيخصك تدخل له وانت متاكد بلي ما غاديش ترجع للور، ما غاديش دير فيلم وتقول انا راه ما صافي بركه. ولكن كممثل الحمد لله ملي دخلت العالم ديال الاخراج اكيد كنت جد سعيد وكنت فرحان وما ندمتش، بالعكس قلت انا راه تعطلت شويه. وسؤال، انا عارف بان اول مره فاجات الجمهور بدور قوي في فيلم كازانيغرا مع نور الدين الخماري. في تلك الفتره تساءل الجمهور قال هذا ممثل شاب قادم بقوه، لانه شكون هذا يعني شكون استطاع ان يمسك بتلابيب الشخصيه وان يفرض نفسه في الشاشه على الجمهور. بطبيعه الحال بعد ذلك حصلت على جوائز وشعرت بنفسك بانك اصبحت ممثلا ربما وصلت الى الشهره بسرعه. هل هذه التجربه مع نور الدين الخماري افادتك كي تهيئ نفسك لهذه المرحله اللي انت فيها؟ اكيد اول حاجه تجربتي مع نور الدين الخماري خلتني نكون يعني ممثل حاضر في الساحه الفنيه. جوني اعمال مراها وهذه الاعمال اللي جاتني هي اللي خولتني بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل نور الدين الخماري، بحكم ان الدور كان بالنسبه لي انا يعني اول ظهور قوي، يعني اول ظهور باش نلعب دور البطوله في فيلم كبير مع انس الباز الصديق ديالي اللي كنوجه له الشكر كذلك. كانت بالنسبه لي يعني هديه من الله سبحانه وتعالى. كازانيغرا بحكم انه هذه الايام كنا في طنجه ودرنا درنا درنا زياره للسينما ديال طنجه وشفنا الجمهور ديال طنجه مع فريق العمل الفني وكنديروها في كل المدن. كان نور الدين الخماري حاضر وكان بالنسبه لي فرصه انني نشكره قدام الناس بحكم انه ما جاش العرض ما قبل الاول اللي درنا في الدار البيضاء. فشديته تما قلت له غادي تحضر مع موازاه مع المهرجان الوطني اللي احنا فرحانين ديال الفيلم اللي حاضرين. تكريم واعتراف منك بالنسبه لي بانه كان له الفضل. انا ما عمرني نسيت انه واحد النهار جيت لشركه الانتاج اللي خدام فيها اللي دار فيها الفيلم ديال كازانيغرا وجيت بصنداره الميكا وجيت على رجليا من درب السلطان حتى البورغون وجيت دوزت الكاستينغ عند نور الدين الخماري وثق فيا. هذيك الساعه اللي انا واقف كنشوف راسي بحال الا قلتي هذاك الوقت كامل اللي داز قدامي مخرج اللي من بعد الله سبحانه وتعالى كان السبب ديالو انه اليوم عندي فيلم سينمائي وكندير له واحد المشهد في الفيلم الا كنتي شتي ديال كازانيغرا هو باش بديت الفيلم. وكان بالنسبه لي اعتراف انني نشكره قدام الناس في مدينه طنجه. يعني هو احتكاكك مع مخرجين كتار و مدارس يعني في الاخراج يعني نور الدين الخماري عبد الحي العراقي ويعني حتى كذلك محسن البصري كذلك يعني هذو اعطاوك هكذا بعض ادوات العمل كذلك أكيد. مشان انه انت تستفيد من تلك الخبره والتجربه هكذا مشان انه تقدر انه انت تصب كامل هذاك الشيء في التجربه ديالك في الاخراج اليوم. هذا السؤال كيبورشني حيت بالنسبه للممثل ملي ربي كيعطيه واحد المهنه وهذيك المهنه عندها علاقه انك كتمشي عند مدارس مختلفه هذه في حد ذاتها الا ما عرفتيش القيمه ديالها كممثل راك ما كديرش التمثيل راه ماشي كدير التمثيل ربي عطاك حاجه اخرى هو انك كتلاقى مع مخرجين. ملي كتمشي للتورناج عند نور الدين الخماري وكدوز عند ابراهيم الشكيري وكدوز عند محسن بصري وكدوز عند علي مجبود من بعد ياسين فنان بعد هادو كلهم من بعد عادل الفضيلي هذا راه شوف هذه راه ماشي هذه راه راه واخا تبغي شوف واخا تبغي دير فورماسيون تبغي دير فورماسيون وتخلص عليها الملايين ما يمكنش تدوز على هادو الا كنتي ممثل. فبغض النظر على اصدقائي بصح انا
كنكون زعما تكنيك بزاف، كنموت على شنو هي هذه، حتى لا برود كنحماق على المشاكل، شي مخرج عنده شي مشكل فين كاين عندك المشكل في الديكور، انا نشوفك حد ديكور كذا، نعيط لفلان دبروا على ديكور هنا كذا، هذه عندك داخل في كل شيء ومولوع بهذا الشيء. بالنسبه لي هذا الشيء مدرسه. دكتور احمد، يعني جميل انه الفنان الشاب يعني حتى يبدا يتدرج درجه درجه، اولا في مجال التمثيل يطلع على مدارس اخراجيه عديده، يحتك ب طبعا صناع السينما كثر من شان انه يكتسب تلك الخبره، من شان لما يدخل في مجال الاخراج في مرحله جديده يدخل ويكون حاضر ويكون قادر انه على هذا المجال. نعم، هو التكوين النظري هو يدرك دائما في اي لحظه، وبامكانك ان يقوم الانسان بتكوين نفسه ذاتيا، لكن ما لا يدرك هو الخبره على الميدان بالاحتكاك مع الممارسين من خلال معرفة مزاج كل مخرج، حتى المزاج مزاج مهم صحيح. وحتى على مستوى تلك اللحظات التي يكون فيها توتر ونش يعني نوع من ما يسمى بأزمة لحظة التي قد يحتاج إليها المتكون لمعرفة كيفية إدارة الأزمة. فهذه الأمور فهي بالتأكيد أعتقد أنها هي التي ربما قد تكون ساعدتك لكي أنا هناك من يقول بأن هذا الشخص تطاول على الإنتاج لأنه ليست له خلفية، لكن أنا أقول ليست تطاول، إنما مسألة الجرأة والرغبة والشغف. كيف وثق فيك رضوان؟ رضوان حنا نعرف بأنه وحد شخصية اللي هي عالمية معروفة على المستوى الإنتاج في العالم، مجال الموسيقى في الإبداع، يعني أنا كيظهر لي أنه من الصعب أنه يؤمن بمشروع شاب هكذا. هذه مغامرة مغامرة، يعني كيف تمت هذه الثقة؟ أنه أول تجربة أخراجية ليك. نقول لك رضوان، إلا شفتوا التجارب دياله اللي مرت في عالم الغناء اكتشف مواهب كثيرة، أعطى فرصة للناس اللي بصح في الغناء اللي وصلوا للعالم يا ما شاء الله. وكذلك في السينما، في السينما كانت علاقتي برضوان أنه كنا أصدقاء هذه مدة 5 سنوات ما شاء الله، وهذه السنوات كاملة وإحنا كان عندنا حلم، لا أنا لا هو، يعني كان بالنسبة لي أنا ملي تعرض عليا أنه رضوان قال لي نديروا شي فيلم، قلت له أنا معك نعاونك، قال لي لا بغيتك تكون معايا بارتنر. من القليل أنك تلقى منتج يدخلك معاه، ماشي مثلا يقول لك اجي تخدم او اجي تخدم عندي، لا السيد كبر بي، وهذه بالنسبه لي انايا شرف ليا باش ارتبط الاسم ديالي مع اسم كبير بحال رضوان. طلب منك تكون شريك معاه، شريك معايا، يعني اللي خلاني انه نزيد نعطي اكثر هي ديك الثقه، وديك الثقه ما يمكنش لي نرجع باللور. طيب نبقاو نحكيو شويه على هذا الفيلم، فيلم البطل قلنا هو ذو طابع كوميدي، عنده واحد الصبغه كوميديه. طيب اليوم انت تعرف سي عمر انه اضحاك الجمهور ما هيش حاجه سهله، اضحاك الجمهور اليوم لازم الانسان ياخذ بعين الاعتبار عده عناصر وعده مقومات، لانه يمكن ان تبكي الجمهور اسهل بكثير من اضحاك الجمهور. طيب اليوم هل ترى انه كاين نص اللي ممكن انه يقدر يؤدي هذه الرساله على احسن وجه؟ انا كنقول الا غتحكي قصه معينه من البدايه حتى النهايه تكون محبوكه، يعني قصه نتفرج في قصه وفي هذيك القصه كاينين مثلا دي سيتياسيون اللي غيضحك الناس، وتكون منجوبه يعني بعض المواقف والمواقف اللي بصح غيضحكوا الناس، وتكون حاس بها انه حنا اللي لاحظتي داداس والدور ديالي اللي لعب انا كعالي، انا لعب ما لعبش الكوميديا، انا لعب انا كنبكي وكنقول له راه كذا كذا كذا، ولكن هو لعب طابع كوميدي، يعني حاولت نمزج ما بين هذاك المزج عطات واحد لوحه كوميديا، عطات لوحه كوميديا. وما نكذبش عليك انا كنت بزاف مخلوع، ما نقولش لك باللي درت فيلم وكنت متاكد ان الجمهور غادي يخرج ضحك، انا كيف ما كنت كنقول يقد يضحك، كيف ما كنت كنقول يقد الجمهور يضحك يقول لي اش هذا الشيء، هذا الشيء ماشي كوميديا. دونك كنت كنطلب الله سبحانه وتعالى هذا الشيء اللي درناه بقلبنا لا حنا لا الطاقم الفني انه يوصل للجمهور. طيب هذا انا اعود الى الكلام اللي حكاه الدكتور دافري قبل شوي، يعني الجانب النفسي، التعامل مع الفنانين ومع مجموعه الفنانين وفريق العمل اللي عندك، يعني كانوا كل الفنانين اللي موجودين في العمل سي عمر ربما اكثر منك خبره، أكبر منك سنا، وهذا يعني كيف تعاملت مع هذا الجانب من شان تقدر أنت، وخاصة أنه أنت كنت مخرج وكنت ممثل يعني أمام الكاميرا كذلك وخلف الكاميرا. أكيد أنا ملي كنشوف العمل كنقول أكيد درت هذا الشيء،
والله الا بعض الخلاص كنبقاش كنقول هذا الشيء كيفاش داز وكيفاش كيفاش كيفاش درنا له. شوف الممثلين اصلا هم اصدقائي، وانا كنظن بانه كاين واحد هذا يلعب دور كذلك مش يسهل شويه الامور. كاين واحد الراس مال لا مادي اللي انا كنامن به. هذا الراس مال هذا هاد الناس هادو واخا تجيب ميزانيه كبيره راه ما غتجيبهمش، واخا تبغي زعما تخليهم مجموعين لك فواحد المده زمنيه راه المخير فيما يقول لك انا عندي عمل. داداس راه ما كي تبارك الله راه ما كيساليش مجدولين فرح الفاسي هادو كلهم ممثلين من الصعب انك تجمعهم فواحد المده زمنيه الا اذا كان بصح واحد الحب واحد لا كونيكسيون بيناتكم. بالنسبه لكتابه هذا العمل نحن نعلم بان السيناريو كيكون هو الاول اللي مكتوب قصه محبوكه. بالنسبه اليك انت عندما اردت ان تكتب بطبيعه الحال اهنت على شباك التذاكر على السينما الجمهور الواسع واخترت الجانب الكوميدي، ولكن بالتاكيد انه كانت حاضره في ذهنك عناصر التي يجب ان تكون اساسيه من اجل خلق الكوميديا، لان كل واحد عنده كيفاش اسلوبه لخلق هذه الكوميديا، كاين اللي كيعتمد على انه الوجه يبقى يخسروا، كاين اللي كيعتمد على الالفاظ بعض المرات البديئه الحركه، وكاين كل واحد اللي اذا انت شنو هو بالنسبه لك الامور اللي كنتي كتراهن عليها باش تخلق هذه المواقف الكوميديا؟ اكيد كاين الكاستينغ اللي هو مهم، ملي كتجيب اسماء كبيره ويكونوا معك في العمل عندك بعدا واحد النسبه الجانب التمثيل، يعني هذه واحد النسبه اللي كتضمن لك واحد بحال قلت واحد النسبه مئويه ديال النجاح، كتزيدها لي ديكور الديكورات بالنسبه لي اللي هما مهمين، لان كاين واحد الملل كبير في الافلام الكوميديا السينمائيه، كتشوف انها كلها مكتوبه على اساس انها ما تفوتش ثلاثه ديال الديكورات ولا اربع ديكورات، لا ما يمكنش، خاص الجمهور يسبح معاك ولو يكون الملل، ولكن ملي كدوز من ديكور لديكور حنا تمحلنا في الفيلم، لان كان عندنا ديكورات بزاف، حنا كان عندنا كل يومين كنمشيو لديكور معين اللي سخف لا الطاقم التقني ولا الطاقم الفني، وكان هذا الشيء هو اللي خلى انه ممثل والديكور وكذلك الملابس والقصه هذا الشيء كله كيخلي انه يكون عندك واحد العمل اللي هو فرجة. جميل. طيب يعني من البطل واللون الاجتماعي الكوميدي مشاهدينا الى لون درامي اخر مع هذه المشاهد من احد الافلام ديالك سي عمار، تمثيلا فقط هذه المره ومقتطفات من فيلم المغضوب عليهم، سيناريو واخراج محسن البصري وبطوله عصام بوعلي، امين ناجي، عمر لطفي، جميله الهوني واخرين، لنتابع. واش الله يخليك، واش ممكن تخليو البنات يجيو يريحوا معنا؟ واش كتتاوى معايا؟ ها؟ راه قلت لك لا، يعني لا. الله يرحم باك. ما تبقاش تطلبني، راه واحد اللي كيقرر هنا هو انايا، كتسمع؟ انا اللي كنقول يجيو ولا ما يجيوش. جلس تما. كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. دابا اش غنديروا؟ دابا اش غنديروا؟ خاصني نعيطو باش نعرف فوقاش غادي يجي، واش غايجي ولا لا، فوقاش خاصنا نقتلوهم، واش غادي ندفنوهم هنا؟ لا ما غاديش ندفنوهم. كيفاش؟ ما غاديش ندفنوهم. هو اللي كيقرر واش غادي ندفنوهم ولا لا. خليكم حاضرين معاهم، انا غادي نعيط ليه باش نعرف كل شيء. شك شك مش طواليت طواليت. سير دخل عند الاخرين، دخل. راه الصاك ديال هذاك راه قوي. إذن مشاهدينا كنا نتابع هذه المقتطفات من فيلم المغضوب عليهم، وهذا لون آخر يعني غير الكوميديا. طيب عمر، مؤخرا يعني عاش أو عشاق السينما كانوا على موعد مع المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته ال 24، وكانت هناك مجموعة من الأفلام الطويلة والأفلام القصيرة، الأفلام الوثائقية وحتى أفلام المدارس ومعاهد السينما أيضا. أنت كفنان وكمشاهد، يعني فنان ممثل مخرج وكمشاهد أيضا، يعني ترى اليوم أن السينما في المغرب تسير في خط تصاعدي يعني ماشية القدام؟ الحمد لله. شوف ملي كنشوف مهرجان في حجم
طنجة، أنه يعني حتى طابي روج ولا القاعة اللي دارت مؤخرا واللي تعرضوا فيها الأفلام كنشوف داكشي زعما كيشرفنا. نعم صراحة عندنا ذكريات زوينة مع مهرجانات ديال طنجة السابقة، ولكن كنحسوا باللي كاينة ميزانية اللي كتحاول أنها تغير المهرجانات ولا القاعات السينمائيه، وهذا الشيء كله كيفرحنا احنا كممثلين. نحن نعلم بانه في الدوره 24 لمهرجان الوطني لفيلم طنجه هناك بعض المنتجين المخرجين الذين عرضوا في المسابقه الرسميه افلامهم لاول مره، خرجت القاعات السينمائيه اول عرض. بالنسبه لفيلمك انت يعني لم يوجد في المهرجان لا في بانوراما، لان هناك افلام بانوراما ولا في المسابقة الرسمية، هل هو يعني الجمهور يتساءل لماذا؟ لا هو صراحة باب الترشيح كان احنا تعطلنا، لأن كنا في واحد لافاز ديال المونتاج وسيرتو الموسيقى، في هذيك الوقيتة لقينا بأن أنا كان زعما نكون فرحان نكون داز هذا العام هذا، غير هو في لابوست برو تعطلنا شوية. هل بالنسبة إليكم لحد الآن الأصداء التي تصلكم من القاعات السينمائية هي يعني في كاين واحد الامال على انه ينجح في القاعات السينمائيه ويكون واحد المردود ومدخول مالي؟ انا اللي كيفرحني بزاف هو ملي كنشوف الناس كيهضروا على انه شافوا الفيلم مرتين ثلاث مرات. هذه في حد ذاتها انا تفاجات فيها، وكان اشتغال على القضيه بحكم انه الفيلم كان فيه ساعتين وربع، وبقيت في المونتاج كنقطع حتى وصلت لساعه ونصف. بالجينيريك هي ساعه و41، وكانت هذه المساله هذه حتى السيد اللي كيدير معايا المونتاج ولا الطاقم ديال لابوست برود قالوا لي راه ما يمكنش، هما ربوا الكبد على العمل، ولكن خديت واحد القرار انه نجمع الفيلم في ساعه ونص، وخير دليل على انه الناس كيتفرجوا فيه ثلاث طيب مرات بحكم المده ديالو. يعني هل التجربه راح تكررها؟ يعني راح تكون افلام اخرى من اخراجك؟ ان شاء الله احنا كتبنا ثلاث افلام مع شركه الانتاج ريدون فيلمز. من اخراج ديالك؟ لا كتبناهم عند اعمال، ولكن شكون اللي راح الاخراج؟ لا من بعد احنا شوف احنا في شركه الانتاج، ما انا صراحه ما بغيتش نقحم راسي كمخرج على الشركه. انا نقد نجيب مخرج معين ويدير الاخراج لبعض الافلام. أوكي. بحكم انه التجربه الاولى كانت بصح قاسيه واستفدت منها اكثر. لان ما بين الاخراج والتمثيل وعندك الكتابه السيناريو وعندك مشاكل الانتاج، يعني يجي يهضر مع هذا وهذا، هذه في حد ذاتها كانت صعيبه. والحمد لله وفقني الله بحكم انه كانوا معايا ناس اللي بحال مثلا فرح الفاسي اللي كانت مديره فنيه في العمل. نعم. وكانت هي اللي كتكون في المونيتور، هي العين ديالي. بعض الخطرات ملي كتسالي مشهد كتعاود ترجع باش تشوفه كيضيع لك الوقت بزاف، وحنا صورنا الفيلم في ثلاثه اسابيع ونهار، وهذه في حد ذاتها صعيبه، لان ما بين الدار البيضاء وما بين طنجه كانت تجربه اللي انا بالنسبه لي مدرسه. هل بالنسبه اليك الامر عادي انه احيانا كنلاحظوا بان مثلا كاين واحد المجموعات فهي تشتغل مع بعضها، وربما تطلب من الممثل ان يشتغل معك وهو يحيلك على ممثل اخر يطلب ان يكون معه مثلا، بحيث انه نكاد ان نرى هذيك المجموعه مجدولين الادريسي داداس فهد، يعني تشعر كانه مساله بحال ولات الافلام مصنوعه على المقاس باش يشتغلوا واحد الناس معينين. شوف هذه المساله هذه انا ملي جبت، واكيد الناس ملي شافوا لافيش وشافوا داداس وشافوا مجدولين كانوا كيصحابوا انهم في الفيلم. لا في الفيلم انا بعدتهم على بعضياتهم. يعني لاحظتي ما عندهمش حتى مشاهد مع بعضياتهم. عندهم مشهد او مشهدين. هذه كانت بالنسبه لي انا ما بغيتش نعاود نخلي الجمهور يتفكر كو غيشوفوهم كيف ما موالفين كيشوفوهم. ملي كتشوف فهد مشمسي عنده مشاهد معايا اكثر ما عنده مع مجدولين، واكثر من ملي كتشوف رفيق بوكر لعب دور اخر من نوع اخر، لعب مافيوزي وواحد الدور اللي هو صراحه مع ما كنشوفوش فيه رفيق بوكر. جبت ممثلين يلعبوا في الفيلم معايا، ولكن كان الحاجه الوحيده اللي انا بالنسبه ليا كتعجبني هي فاهم الاليات باش كيشتغل كل ممثل. نعم. كل صديق ديالي. فانا كنقرب له وكنقول له شوف حنا عايقين ببعضياتنا. اعطيني هذه. اعطيني شنو عندك وانا غناخذ اللي بغيت. تمام. طبعا هذا يحسب ليك طبعا، هذا التعامل المهني مع كل الفنانين اللي شاركوا في هذا العمل. للاسف اللقاء خلاص والحلقه لا. خلاصت يعني ما حسيناش بها لا. وان شاء الله تكون عندنا مواعيد اخرى سي عمر. طبعا نتمنى اولا كل النجاح لفيلم البطل، نتمنى لك الاستمراريه الناجحه والموفقه والتميز
فكممثل وكمخرج أيضا سي عمر لطفي، وكل التوفيق في حياتك بشكل عام إن شاء الله. شكرا شكرا أستاذ حسام، لي الشرف أنني نحضر معكم، الوقت داز بسرعة. أهلا وسهلا بك وقتما جيت، وأكيد راح يكون عندنا مواعيد أخرى. الشكر موصول أيضا لمستشار البرنامج الدكتور العزيز أحمد دافري. سي أحمد دائما تنورنا بحضورك كذلك. شكرا لك. إذن مشاهدينا، تبقى السينما تلك الأداة المؤثرة وبسلاسة في الآخر، تدغدغ المشاعر وتثير الفضول، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تنجح معادلة الإبداع من دون توفر كامل العناصر المهنية المادية والمعرفية. والكرة دائما في ملعب صناع الإبداع، ومن بينهم صناع السينما، وللحديث بقية في مملكة الإبداع. تحية لكم وإلى اللقاء. تبدل الحياة ديال اكسيوني. بوليس بوليس، شن 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 شن. هذه مراتي ندير فيها ما بغيت، هذه مراتي وندير فيها ما بغيت. هادشي مرة مسكينة حاملة بالطبيب، كيجبد الدري فيها النص وكيخلي فيها النص. وانت انسان فاشل فاشل فاشل، غنسجلك ونصيفط عليك اوديو. انت انت المناسب، الفيلم المناسب هو انا. فين كاس الزروالي؟ شوفني فين وصلت. انا معاك اولاد. هذا الشبل من هذا الأسد. فور اور كينغ. سروالي واو، بغا يخرج لنا على الفيلم. انا مع العصابة، انا شبار، واحد قتال، انا معاكم. تبعوني. الله البراق، الله عود الريح. انا مش نسوم خويا. ما تطلع مشان عشت مصاحبه وصاحبتيني خطابه ونعاد تخطب، باغي غير ندير الدراري باش للحنان تكون على خاطرها. يا اما تجيب لي التحفه ديالي، اما نسولك حيا ما حيط. شوط الزمر وقلب على المرتي مكبوت لي قالك. هذيك التصويره قلت لك غادي تخرج علينا. جداني عيبط لنا خد صوره مع رضوان مزدان. هو غير دايويها العار نسيتي ربي نكيل وزغابه. داروا لنا في التورناج ما جابوا لنا حلو، شد لابرو ديال الزمر. والله الا نديتو سي كلوه الاولى دابوت انا. حيد لي خديك سميتي، ودير لي سميتي انا عزيز داداس.